نحن حبينا أنه نفرح، وكما تعرفون العادات وتقاليدنا واحد، يعني نحن عقيدتنا واحدة، فالشهر الخير، فأردنا أن يعني نجتمع مع أخواننا ونقوم بالجسور أخوية بين بلدين. يعني هناك تعاون كبير بيننا كوزارة الشباب وبين هاي الوكالة، وهناك برامج تقدم كثيرا داخل الأردن، وحقيقة يعني من هذا المنبر لا يسعنا أن نشكر الحكومة التركية على هذا الدعم الكبير للشباب الأردني. أيضا أنه إحنا اليوم هذا العدد الكبير اللي موجود فوق 500 طفل يتيم، تقوم هاي الوكالة بإفطارهم في شهر رمضان المبارك. بعتقد هاي رسالة قوية داخل المجتمع الأردني تنقلها هاي الوكالة من خلال أنه تقدم خدمات لجميع أطياف أبناء المجتمع الأردني.